وأقول دون التدخل في هذا الملف المأساوي للمعارضة السورية، أظن والله أعلم أن يكون تركيزها في هذه المرحلة على التالي، يعني بدلا من أن ندخل في مغامرات جديدة لابد من التركيز على بعض الأهداف اللي ممكن تحقيق شيء منها. أول هدف هو حفظ النوع، يعني كما يقول داروين ينبغي أن نحفظ النوع المعارض السوري، وعدم المواجهة غير المتكافئة. يعني الموضوع ليس طلب شهادة يا أخوان، الموضوع نحن نهدف أهداف سياسية وسياسية واضحة، وهي إسقاط النظام وليس الاستشهاد في هذه المقاومة أو هذه المواجهة. لابد أن يعني نتحاشى المواجهات الغير متكافئة. نحن الآن في سوريا في مواجهة غير متكافئة، المعارضة السورية كلها حشرت في الشمال السوري وفي إدلب بالذات للأسف، ويستطيع العدو الروسي الإيراني، ولا أقول النظام، العدو الروسي، لأن النظام أصبح أداة لإيران وروسيا، لكن أقول بأن العدو الأساسي هي روسيا وإيران. هؤلاء إيران تتحرك على الأرض والعدو الروسي يقصف في الجو، والمعارضة والمدنيين هم ضحايا هذه المواجهة غير المتكافئة. فلا بد أن قدر الإمكان أن نتحاشى ضربات هذه المواجهة غير المتكافئة. الهدف الثاني توحيد الخطاب إن أمكن. والله أنا لما أتابع ما يصدر عن المعارضة السورية أشعر بأسى كبير، لأن واحد في الشرق وواحد في الغرب، واحد ينادي بشيء وطيف ينادي بشيء آخر والثالث ينادي بشيء ثالث إلى آخره، مما يؤكد للعالم كله أنه هذه المعارضة غير موحدة وغير قادرة على إحداث هذا التغيير. ومن تابع مقابلات حمد بن جاسم وزير خارجية قطر في الصندوق الأسود اللي تبث دار القبس، لو بتتابعون مقابلاته يقول دفعنا أموال طائلة واتصلنا اتصالات هائلة واتصلنا بالهواتف، يعني عشرات الألوف من المكالمات على الهاتف للتوثيق وللتقريب بين أطياف هذه المعارضة، لكننا يأسنا في النهاية، يأسنا من أنه ممكن نحقق أي شيء في توحيد هذه المعارضة. وأقول إذا لم تتوحد أطياف الشعب السوري السياسية على مشروع شبه موحد أو في الحد الأدنى موحد، فلا يمكن أبداً أن تنتصر أو ينتصر الشعب السوري على هذا النظام الفاجر في خصومته. النقطة الثالثة، لابد أن تركز المعارضة على الإعلام الخارجي. الإعلام الخارجي يا جماعة له أهمية قصوى، لابد أن تتفرغوا وتفرزوا فرق من الاتصال بالإعلام الخارجي، ولا نخضع لي يعني كلمة مؤامرة دولية، لا أبدا، لا 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 نحول هذه إلى شماعة على عجزنا. نحن فشلنا في الاتصال بالإعلام الخارجي، لابد أن ننشط من الآن وصاعد بالإعلام الخارجي، لابد أن نفرج مجموعات
للاتصال بهذا الإعلام الخارجي. ما تصدقون كيف أن الصورة وكيف أن الرقم وكيف أن التحرك يؤثر كثيرا على التطورات السياسية. هل رأيتم ماذا فعلت صورة جورج فلويد الذي يعني خنقه هذا الشرطي الأمريكي إلى الموت؟ بس صورة، خرجت مظاهرات من لندن إلى برلين إلى باريس إلى واشنطن إلى عواصم العالم، تندد بموقف الإدارة الشرطية في الولايات المتحدة. يعني صورة، نؤكد الصورة السورية المأساوية في الإعلام الخارجي، هذا يخدم كثير قضية الشعب السوري البطل. تم حاجة إلى تكوين شبكة من العلاقات السياسية بالبرلمانات، بالصحف، بالمحطات الإذاعات، بالمحطات وقنوات التلفزيون العالمي، إلخ لابد من تشكيل شبكة من العلاقات السياسية، وأظن أن هذا ممكن لو بس ندرس هذا المقترح بشكل علمي وموضوعي. النقطة الأخيرة التي أنصح بها أن هذا الحشد القائم في منطقة إدلب للمعارضة، هذا يشكل خطر كبير على المعارضة وعلى الشعب السوري. لابد من نشر المعارضة على الجغرافيا السورية، وليس تركيز المعارضة في منطقة وبؤرة جغرافية معينة. هذا مما يسهل البطشة الكبرى التي يتم الإعداد لها الآن بين إيران وروسيا. يعني هذه هي المحاور الخمس التي يعني رأيت أن احنا نركز عليها، وهي السياق، التدخل العسكري الروسي، أهداف التدخل العسكري الروسي، الموقف الدولي من التدخل العسكري الروسي، إنجازات التدخل العسكري الروسي، ثم المعارضة السورية.